نادرا ما بات بإمكان أي كان أن يرى موظفي المصارف اللبنانية، فهؤلاء يعملون في حصون محصنة خلف أبواب مصفحة لا تفتح إلا لمن يحظى بموافقة المصرف، لكنهم قرروا الخروج إلى الشارع لأنهم يخشون ألا تحميهم تحصينات مصارفهم من غضب المودعين. جايين نطالب الدولة اللبنانية تحمل مسؤولياتها تجاه الموظفين، تأمن لهم الحماية، تجاه المواطنين المودعين ترجع ترد لهم مصرياتهم. ما الموظف مثل المودع، شو إذا موظف يعني بياخذ مصرياته أبدا؟ ما الموظف عم يتعامل مثله مثل المودع، مثله مثل الشعب اللبناني يلي انهبت أمواله وانحجزت وانسرقت، وبيقولوا لك إيه بدك تطالب، مالك حق تطالب؟ لا إلنا حق نطالب، هول تعبنا، هول مصرياتنا. منذ أسابيع لم تستأنف المصارف عملها كالمعتاد بسبب خشيتها من اقتحامات جديدة من مودعين يطالبون بمدخراتهم. ودائع تبخرت كما بينت تفاصيل الانهيار المالي في لبنان، والمصارف أحد أبرز أسباب الانهيار. نحو 1,000,000 وديعة ما زالت محتجزة في المصارف، والسلطة السياسية كما النقدية تتجاهلان حقوق المودعين الذين يلجؤون إلى تحصيلها بأيديهم حينا وباستلاح حينا آخر. المصارف تتحجج بأمن موظفيها وأمن المواطنين أو المودعين الذين يكونون موجودين داخل فروعها اللي اتخذت القرار بالإقفال أو بالإقفال النسبي إذا صح التعبير. إنما هذا الشيء اليوم وإن كانت المصارف تتبع لقانون النقد والتسليف، هي تخل بالعقود بينها وبين المودعين، خصوصا أن المواطن موقع أو المودع موقع عقد على تقديم خدمة معينة، وعندما يمتنع المصرف عن تقديمها أو يعيق تقديم هذه الخدمة فبالتالي هو يخالف بشكل طبيعي القانون، وبالتالي هو يعني يقوم بعملية ابتزاز للمودعين من أجل التوصل إلى مطالبه. منذ 3 سنوات تحتجز المصارف أموال المودعين ولا تفرج إلا عما تسمح به تعاميم المصرف المركزي، الذي يقول كثيرون إنه يحمي المصارف في هندساته المالية أكثر بكثير مما يفعل لضمان حقوق المودعين. ممارسات المصارف وتفردها في اتخاذ قرارات تحدد حجم أعمالها وحجم العمليات المالية والنقدية سابقة في النظام المصرفي العالمي، وسط صمت من السلطات السياسية والقضائية هنا. دارين الحلوي، سكاي نيوز عربية، بيروت.